السلام عليكم أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة الشعب الأدبية في مصر كلها، تحية طيبة وبعد، ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب. أنا هبدأ دلوقتي أعمل مراجعة سريعة على أول جزء عندنا في المنطق، وبعد ما احنا شفنا كده الباب الأول في الفلسفة لازم نكون احنا عندنا قدر كبير جدا 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 على الفهم زي ما احنا متعودنا وزي ما احنا ما شفنا وهنشوف أكتر، يعني إن أسئلة امتحان ثانوية عامة مش هتعتمد بس خالص على عنصر الحفظ بقدر ما هتعتمد على عنصر الفهم، وبقدر ما هتعتمد على عنصر تاني مهم جدا معانا، عنصر الربط واستنتاج العلاقات اللي ممكن تكون موجودة بين أجزاء المنهج، التشابهات أو الاختلافات. جزء المنطق أنا ملاحظ إن في مشكلة كبيرة جدا مع ناس كتير قوي، معرفش ليه الصراحة يعني، بس دوت اللي دفعنا إن احنا نبدأ نعمل مراجعة على الجزء الأول في المنطق بالذات، واللي كان معتمد معانا اعتماد كبير جدا 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 على الفهم أكتر من أي فرع تاني. قبل أي كلام أنا عايزك تسمع بس كلام كتير جدا عن المنطق في ظرف 10 دقائق أو ربع ساعة، بغض النظر عن كلام المنهج إطلاقا، عشان هيساعدك بشكل كبير جدا على الفهم، على فهم كل أجزاء المنهج. الفرق كبير جدا يا حبايبي بين الفلسفة وبين المنطق. إحنا زي ما شفنا كده الفلسفة على مدار باب كامل كلها كانت عبارة عن مشكلة إحنا بنجيبها وبنحاول نشوف آراء لحلها، بنحاول نشوف وجهات نظر ونقدمها فيها، ودي طبيعة الفلسفة ودول طبيعة الفلاسفة، بيمسكوا قضية زي ما سعادتك شفت باب فلسفة البيئة، وآراء آراء 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 أو وجهات نظر تطبيقية عملية للقضاء على مشكلة زي دي. فرق كبير جدا بالنسبة لنا بقى بين الفلسفة وبين المنطق، هما مش ضد بعض، لكن ده علم وده علم تاني خالص، ده بيدرس حاجة وده بيدرس حاجة تانية خالص. ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت تكون أنت عندك بداية دخولك في المنهج فيها لخبطة، وبداية دخولك في المنهج تبدأ تحس إن الفلسفة منطق والمنطق فلسفة والدنيا صحت على بعضها. فعلم المنطق ده يا حبايبي مختلف اختلاف كبير جدا عن الفلسفة. هنا في المنطق احنا ما عندناش آراء، هنا في المنطق احنا ما عندناش وجهات نظر، هنا في المنطق احنا ما عندناش مشكلة عملية جايين نقدم حلول ليها، ما عندناش مشكلة زي مشكلة البيئة وغيرها من المشاكل وجايين نشوف وجهات نظر فيها. أمال علم المنطق أصلا بيدرس إيه؟ قبل ما أخش على المنهج وقبل ما أتكلم على أي تفصيلة، مبدأنا اللي احنا ماشيين عليه بقالنا كذا محاضرة إن احنا ناخد الصورة الكلية قبل الصورة الجزئية قبل الصورة التفصيلية، والفهم قبل الحفظ مليون ألف مرة، نفهم ثم نفهم ثم نفهم ثم نفهم، ونخلي آخر حاجة خالص نحفظ اللي احنا فهمناه، نحفظ المعلومة اللي احنا فهمناها نشبكها كده في دماغنا. علم المنطق يا حباب قلبي مختلف اختلاف كبير جدا عن الفلسفة، واحنا عايزين نعرف ابتداء كده قبل اي هام علم المنطق بيدرس ايه. في عجاله سريعه عشان ما اطولش على حضرتك لان الموضوع محتاج مننا تفاصيل اكتر من كده، لكن انا هعتبرها وكانها محاضره مراجعه على الجزء الاول عندنا في المنطق. علم المنطق كله يا ابني قايم معانا على كلمه واحده بس، هو علم دراسه الاستدلال. والمهم جدا عليك انت عشان تفهم الكلمه دي لحد اخر السنه تفهم يعني ايه كلمه استدلال. كلمه استدلال يا حبيب قلبي يقصد بيها انها عمليه عقليه فيها الإنسان بمنتهى البساطة ينتقل من مجموعة من المقدمات إلى نتيجة مترتبة على هذه المقدمات. علم المنطق وظيفته كلها يعمل الحاجة دي، علم المنطق وظيفته كلها يعلمنا إحنا كبشر إزاي نستدل، إزاي نحل، إزاي نفكر، إزاي نستنتج، إزاي يكون عندنا مقدمات نطلع منها بمعلومة، يعلمنا ازاي نفكر تفكير سليم، ادي وظيفته. ان كنت سعادتك عارف بمنتهى البساطه ان علم النبات بيدرس النباتات، وعلم الحيوان بيدرس الحيوانات، وعلم الجيولوجيا بيدرس طبقات الارض، وعارف بمنتهى البساطه ان لكل علم ظاهره محدده، احنا عندنا في علم المنطق مش بندرس حاجه معينه، لكن احنا عندنا في علم المنطق بنعلم البشريه كلهم، اي انسان ايا كان، في اي زمان واي مكان، ازاي يفكر صح، وازاي يستدل صح، وازاي يستنتج صح، وازاي ينتقل صح. من معلومة إلى معلومة، من المقدمات إلى النتيجة، آدي وظيفة علم المنطق. مفيش إنسان في الدنيا أيا كان وضعه يقدر يطلع بأي نتيجة أو قانون صدفة، لازم حد يعلمه ولازم حد يدربه إزاي يستدل وإزاي يحل وإزاي يفكر وإزاي يستنتج، ودي مهمتنا في علم المنطق. بنعلم علماء الرياضة إزاي يقدروا يستنبطوا نتائج أو نظريات رياضية، بنعلم علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الجيولوجيا إزاي يمشوا على خطوات تجريبية للوصول إلى قوانين أو نظرية، إحنا اللي بنساعدهم إزاي يستدلوا وإزاي يحلوا وإزاي يفكروا وإزاي يستنتجوا، دي وظيفتنا في علم المنطق. علم دراسه الاستدلال، والاستدلال عمليه عقليه او عمليه ذهنيه فيها الانسان بينتقل من المقدمات الى النتيجه. نضرب مثال عبيط جدا وتافه جدا رغم ان الموضوع اكبر من كده بكتير. انت النهارده بمنتهى البساطه كفرد من غير علم المنطق ولا نيله، لو سعادتك واقف في الشارع وشفت قدام سعادتك وقلت المثال ده لطلابي كتير جدا، شفت في الشارع عربيه مطافي مشغله السرينه وطايره في الشارع، بتستدل، بص الكلمه يعني بتستنتج، بتستدل في اقل من جزء من الثانيه ان اكيد في حادثه على
الطريق او في اسف او اكن في حريقه هنا في قلب المكان دوت واحنا محتاجين ان احنا نطفيها. تطلع بمعلومه سعادتك واقف في الشارع وشفت قدام سعادتك عربيه اسعاف مشغله السيرين وطايره في الشارع يمين وشمال، بتستدل في اقل من جزء من الثانيه بتستنتج ان اكيد في حادثه على الطريق او ان انسان مصاب. قدرتك على الاستدلال او قدرتك على الاستنتاج او قدرتك على الانتقال من معلومه الى معلومه هي بالنسبه لك كده كده موجوده، لكن احيانا بيكون الموضوع اصعب من كده بكتير. واحيانا بيحصل مع علماء الرياضه ان يكون قدامهم مقدمات ونظريات رياضيه او ادله وشواهد رياضيه قد كده اهو، وعشان يقدروا يطلعوا منها بقانون او نظريه علم المنطق بيدربهم. ساعات بيحصل الامر كده مع علماء الفيزياء والكيمياء والاحياء اللي بيكون قدامهم مقدمات وشواهد طبيعيه قد كده اهو، وعشان ينتقلوا منها الى قانون او نظريه علم المنطق بيدربهم. اذا احنا بندرب العلماء ازاي يستدلوا وازاي يحلوا وازاي يستنتجوا الى قوانين او نظريات، دي وظيفتنا. وعشان كده بقول احنا عندنا في علم المنطق احنا اعم علم، احنا اشمل علم، وكل علوم الدنيا رياضه وفيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا فهم بيعتمدوا علينا، احنا بنديهم الخطوات، احنا بنديهم الجي بي اس اللي هم يمشي عليه، وهم بمنتهى البساطه يقدروا يطلعوا بهذه النظريه او هذه النتيجه. علم دراسه الاستدلال. هذه العمليه العقليه، هذه العمليه الذهنيه تنقسم معانا الى نوعين، تنقسم معانا الى نوعين. وافهم افهم 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 الف مره قبل ما نخش في اجزاء المنهج عشان تستوعب عناوينه اصلا. الاستدلال ده او الانتقال ده او الاستنتاج ده او العمليه العقليه دي مش زي بعضها، بتنقسم معانا الى نوعين. النوع الاول بنسميه استنباط، والنوع الثاني بنسميه استقراء. وبغض النظر مع كامل احترامي لبداية المنهج، احنا كان لازم نفهم معلومات اهم من المكتوبة في المنهج تساعدنا على فهم باقي اجزاء المنهج. سواء الاستنباط سواء الاستقراء فكلاهما انواع الاستدلال، كلاهما عملية عقلية، كلاهما طريقة استدلالية، كلاهما عندنا هيكون مقدمات وهنفكر ازاي احنا ممكن نجيب منها نتيجة. هنا في الاستنباط هيكون عندنا مقدمات وهنجيب منها نتيجة، وهنا أيضا في الاستقراء هيكون عندنا مقدمات وأيضا هننتقل منها إلى نتيجة. ولكن السؤال المطروح، هل طرق التفكير زي بعضها؟ الإجابة لا. علم المنطق قدم لنا بدل الطريقة الاستدلالية طريقتين، بدل الطريقة التفكيرية اتنين، هنا هنستدل وهنا هنستدل، هنا هنحل وهنا هنحل، هنا هنفكر هنا هنفكر، هنا نستنتج هنا نستنتج. الله، امال ايه الفرق بين النوعين؟ ان علم المنطق حاول يقدم لعلماء الرياضه طريقه وعلماء الفيزياء طريقه، وشيء طبيعي يا حباب قلبي. اختلاف العلماء في طبيعه الحاجه اللي بيدرسوها بيؤدي لاختلاف طبيعه المنهج اللي بيسير عليه كل عالم. يعني بمثال تافه جدا، انا رايح مكان وده رايح مكان تاني، ده هيمشي على خطوات ده يمشي على خطوات تانيه خالص. هكذا العلماء، علماء الرياضه بيدرسوا الاعداد والارقام والرموز والاشكال الهندسيه، علماء الفيزياء بيدرسوا الظواهر الطبيعيه، في شيء طبيعي دول يمشي على طريقه ودول يمشي على طريقه تانيه خالص، واحنا عندنا في علم المنطق ما عجزناش، حددنا بدل الطريقه اتنين، وحددنا طريقه لعلماء الرياضه وطريقه لعلماء الفيزياء. في عندنا حاجه اسمها استدلال استنباطي واستدلال استقرائي، هنا هنستدل وهنا هنستدل، هنا هنفكر هنا هنفكر، هنا نستنتج هنا نستنتج. الله، امال ايه الفرق بين الطريقتين؟ تعالى نفهم. هنا في الاستنباط يا حبايب قلبي بيكون استدلال صوري، وكلمه صوري معناها معنوي، وكلمه صوري معناها شكلي، وافهم معنى الكلام عشان ياتي في الامتحان بصيغ مختلفه. وعصب علم المنطق في الكلمتين دول، اللي مش عايز اقسم بالله اللي ما يفهم الكلمتين دول هيفضل في متاهه لحد اخر السنه في علم المنطق، انه مش فاهم الكل قبل ما يخش في الاجزاء والتفاصيل. هنا الاستنباط بيكون صوري، وعشان انتقم المقدمات الى النتيجه لا نعتمد اطلاقا الا على صوره المقدمات، ولا نعتمد تماما على الجانب التجريبي. لا بنخش المعمل ولا بنعمل تجربه عشان نطلع بنتيجه او قانون او نظريه في هذا الاستنباط. مثال يوضح الكلام، وحط هذه الحلقه في ودانك، ان العلم كله بالنسبه لنا لا يوضحه الا مجموعه من الامثله. اي كلمه تسمعها في المنطق هتحس انها تقيله على ودانك، ولكن اللي ممكن يفهمك بمنتهى البساطه المعلومه ديت التوضيح عن طريق الامثله التوضيحيه اللي مش هيبقى فيها اكتر منها عشان تقدر تستوعب تفهم كل معلومه. هنا الاستنباط بيكون صوري، وكلمه صوري معناها معنوي، وكلمه صوري معناها شكلي، وكلمه صوري معناها لا يتعلق اطلاقا بالجانب التجريبي. مثال مش فاهم، ما تيجي ناخد مثال. اللي بيحصل بالظبط يا حبايب قلبي في العلوم الرياضيه، الرياضه كلها بلا استثناء
عشان علماء الرياضة يقدروا يستنبطوا نتائج أو قوانين أو نظريات رياضية. هل فكر سعادتك وهل في مخيلتك إن علماء الرياضة دخلوا المعامل وأجروا مجموعة من التجارب عشان يطلعوا بقوانين أو نظريات؟ هذا الأمر لم يحدث. اللي حصل مع أقليدس أو فيثاغورس أو غيره من علماء الرياضة عشان يطلعوا بقوانين أو نتائج أو نظريات رياضية عملوا إيه؟ بما إن مجموعة كبيرة جدا من المقدمات بما إن ساعتين ثلاثة لحد ما في الآخر انتقلوا إلى نتيجة أو نظرية رياضية بتقول إذن دي نتيجة، إذن نظرية، إذن مجموعة زوال المثلث 180 درجة نتيجة، واستنبطناها من مجموعة من المقدمات. ولم يعتمد علماء الرياضة إطلاقا على الجانب التجريبي، بل اعتمدوا على صورة المقدمات. هل فكر سعادتك أن في عالم من علماء الرياضة حتى تمكن من إثبات صحة أي قانون أو أي نظرية هل لجأ إلى المعمل أو التجربة؟ ما حصلش. اعتمد على ايه؟ على صورة العلاقة بين المقدمات اللي مكتوبة، ولم يعتمد اطلاقا على الجانب التجريبي. هل عمر سعادتك في اي حصة من حصص الرياضة على مدار عمرك لحد السنة دي دخلت المعمل اطلاقا في اي حصة من حصص الرياضة؟ ما حصلش. من صورة المقدمات اللي مكتوبة، من شكل العلاقة بين الاعداد والارقام والمثلثات اللي مكتوبة، احنا قدرنا نستنبط نتائج او نظريات. حلو، يبقى دي طريقة من طرق الاستدلال، طريقة من طرق الاستنتاج، معتمدين على الجانب الصوري او الشكلي وغير معتمدين اطلاقا على الجانب التجريبي. في طريقة تانية من طرق الاستدلال اسمها الاستدلال الاستقرائي، وده اللي بينفع النهاردة مع العلوم الطبيعية، فيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا، علم نبات، علم حيوان، كل هذه العلوم لم يتمكن علماء النبات او الحيوان او الفيزياء او الكيمياء او الاحياء انهم يطلعوا باي نتيجة او قانون او نظرية الا معتمدين على هذا الجانب التجريبي. دخلوا المعمل جربوا على كم كبير جدا من النباتات لحد ما طلعوا بنتيجة في الاخر او قانون او نظرية بتقول ان كل النباتات، بص معايا النتيجة، بص معايا القانون، ان كل النباتات تنمو بالبناء الضوئي. جربوا كم كبير جدا من الخلايا الحية زي ما حصل في علم الاحياء، كم كبير جدا من الخلايا، خلية والتانية والتالتة والرابعة، جانب تجريبي، لحد ما طلعوا بنتيجة وقانون بتقول ان الخلية الحية هي اصغر جزء في جسم الكائن الحي. جربوا على كم كبير جدا من المعادن لحد ما طلعوا بنتيجة نظرية بتقول ان كل المعادن تتمدد بالحرارة. جربوا على كم كبير جدا من الغازات لحد ما طلعوا بنتيجة بتقول ان كل غاز اذا زاد الضغط عليه قل حجمه. وده معناه ان في طريقة تانية من طرق التفكير عشان نطلع بنتيجة او قانون او نظرية، فاحنا كنا لازم نعتمد على الجانب التجريبي، وهذه الطريقة الاستقرائية، ودي الطريقة الاستدلالية اللي معتمدة على الجانب التجريبي اللي ينفع فيها العلوم الطبيعية. نقول الكلام من الاول تاني في عجلة سريعة. علم المنطق وظيفته كلها علم دراسة الاستدلال، وهذا الاستدلال عملية عقلية فيها الانسان بينتقل من المقدمات الى النتيجة، ولكن طرق الاستدلال طرق الاستنتاج مش زي بعضها. علم المنطق قدم بدل الطريقة اتنين، ما يسمى بالاستدلال الاستنباطي، ما يسمى بالاستدلال الاستقرائي. طريقتين من طرق التفكير، واحدة صورية والأخرى تجريبية، واحدة بتنفع في العلوم الرياضية، واحدة بتنفع في العلوم الطبيعية. وده معناه ان علماء الرياضة بيعتمدوا علينا عشان يستنبطوا نتائج ونظريات، وعلماء الطبيعة، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، النبات، الحيوان بيعتمدوا أيضا علينا عشان يستقرئوا كم كبير جدا أو يستنتجوا كم كبير جدا من القوانين أو من النظريات. مهم جدا ان نفهم الكلام ده، لأن دي عناوين المنهج. إذا لو سعادتك بمنتهى البساطة لو مش فاهمها، في مشكلة معاك في العنوان. عنوان الباب الأول في المنهج بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الاستدلال الاستقرائي وإزاي بيتطبق في العلوم الطبيعية. واللي بالله عليك سعادتك ازاي ممكن تخش على اجزاء التفاصيل وانت مش مدرك الكل قبل مجموع اجزائه؟ الباب التاني عندنا في المنهج بيتكلم على ايه؟ على الاستدلال الاستنباطي وازاي بيتطبق في العلوم الرياضيه. ده الباب التاني في المنهج، افهم منطق قبل ما تخش في تفاصيله. الباب التالت في المنهج بيتكلم على ايه؟ ازاي نعمل تكامل بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي، وكده بنسبه 90% المنهج خلص. لان الباب الرابع والاخير معانا بيتكلم على حاجه اسمها المنطق وتكنولوجيا الاتصال، باب سهل وجميل بيتكلم على علاقه المنطق
الكمبيوتر وما شابه ذلك. ده علم المنطق كله. الناس اللي فاهمه ان علم النبات بيدرس النباتات وعلم الحيوان بيدرس الحيوانات، احنا عندنا في علم المنطق مش بندرس حاجه محدده، احنا عندنا في علم المنطق بنعلم الناس ازاي تفكر، بنعلم الناس ازاي تستنتج، ازاي تستدل، بنحط طرق التفكير اللي بيسرع لها العلماء ايا كانوا في اي زمان واي مكان، كلهم بيعتمدوا علينا واحنا علم دراسه الاستدلال. نفهم الكلمتين دول كويس ونستوعبهم قبل ما نخش على اجزاء المنهج وتفاصيله. الكلام ده يتدبس في ودن حضرتك لحد اخر يوم في السنه، مع العلم ان كان راي المناطق التقليديين لما كنت درسوا المنطق زمان قالوا حاجه غير كده. تعال نشوف مع بعض كده قالوا ايه. المناطق التقليديين لما جم فرقوا بين الاستنباط وبين الاستقراء زمان، وهذا الكلام المنطقي التقليدي بتكلم على سقراط وافلاطون وارسطو من 5 قرون قبل ميلاد سيدنا عيسى، لما جم فرقوا بين انواع الاستدلال، ادي الاستنباطي على اليمين اهوت وادي الاستقرائي على الشمال، وتعالى نشوف كده فرقوا بين النوعين قالوا ايه. قالوا على الاستنباط اهوت، احنا عايزين نفهم بعد كده ندور على الاجزاء والتفاصيل، عايزين نفهم بعد كده نقرا كلمه كلمه من الملزمه بتاعتنا، وما زلت بعتقد وما زلت بقولها بدل مره 1000 مرة، ما في معلومه عندنا اطلاقا ممكن تكون مفهومه او مستوعبه لاي طالب الا عن طريق عنصر الحل، وده معناه ان اسئلتنا هيكون فيها اسئله فهم عاليه جدا او ذكاء عاليه جدا. سعادتك بمنتهى البساطه لازم تكون انت متابع الاسئله احنا هننزلها ديت، وفي نفس الوقت متابع النموذج الاجابه بتاعها، وتعرف حتى لو حليت الاسئله كلها غلط انا غلطت في ايه، عشان حتى الغلط بتاعك انا اتعلمت منه. ايه احنا عندنا الاستنباط اهو بالنسبه للمنطق التقليدي قالوا عليه ايه؟ قالوا هو اي استدلال اهي المقدمات اللي فيه وهي النتيجه بتاعته، وادي الاستقراء ادي المقدمات اللي فيه وادي النتيجة بتاعته. قالوا ايه يا اساتذة؟ قال على الاستنباط هو اي استدلال لازم تبقى نتيجته اما مساوية واما اصغر من المقدمات. وافهم الكلام ما تحفظوش. كلمة مساوية واصغر مش معناها اطول واقصر. كلمة مساوية واصغر معناها ان المعلومة اللي شايلها النتيجة عامة يا اما قد المعلومة الموجودة في المقدمات فلم تأتي بجديد، او ان المعلومة اللي شالها النتيجة اقل بكتير من المعلومة اللي شالها المقدمة. مستر مش فاهم؟ قلت وهفضل هقول ما في كلمة في المنطق ممكن تفهمها من غير مثال. ماذا قلت لسعادتك على سبيل المثال؟ وتعالى نشوف عند المنطق التقليدي ازاي كانوا بيستنبطوا، ازاي تبقى نتيجته مساوية واصغر من مقدماته. تعالى نوضح هذا الامر بمثال. ماذا لو قلنا على سبيل المثال مثال الكتاب الاول نفهم من خلاله المعلومة، ان كل انسان فان، وان سقراط دوت مجرد انسان، خدت خط وسكت واعتبرنا دي المقدمات اللي مكتوبه، وتعالى نفكر ازاي نستنبط نتيجه من تلك المقدمات. لو قلنا كل انسان فان وسقراط انسان، طب ما هياخد نفس الحكم مع جزء منهم، فهيبقى النتيجه ان سقراط دوت هو كمان فان، هو كمان هيموت. اللي حصل معانا ان احنا هنا في النتيجه اتكلمنا على سقراط بس، في حين فوق في المقدمه اتكلمنا على كل انسان خلقه ربنا، وده معناه ان المعلومه هنا اللي شايلها النتيجه اقل بكتير من المعلومه اللي شايلها المقدمات. فوق اتكلمنا على حكم عام على كل انسان في الدنيا ان هو هيموت، في حين تحت في النتيجه اتكلمنا على سقراط بس. مثلا لو قلنا مثال تاني غير مثال الكتاب، ان كل العزاب غير متزوجين، وان ايمن دوت مجرد شخص اعزب، خدنا خط وسكت، هنطلع عن عزاب مع عزاب، طالما كلهم غير متزوجين وايمن اعزب يبقى اذا النتيجه ان ايمن دوت غير متزوج. امثله سهله جدا نعرف من خلالها ان كده النتيجه اللي مكتوبه قدامنا اهي بتتكلم على سقراط بس، النتيجه اللي قدامنا اهي بتتكلم على ايمن بس، في حين المقدمه فوق بتتكلم على كل العزاب، في حين المقدمه فوق بتتكلم على كل انسان. وده معناه ان في المثالين اللي ذكرتهم انتقلت من حكم عام على كل انسان، من حكم عام على كل العزاب، لنتيجة خاصة بتتكلم على فرد بس، بتتكلم على سقراط بس، بتتكلم على ايمن بس، فاصبح الانتقال من العام الى الخاص. ماشي يا مصر، لو انا قلت النهارده مثال تاني، مثلا لو قلنا كل طلاب المدرسة ناجحون،
واحمد طالب في هذه المدرسه هنطلع بنتيجه في ثواني ان احمد ناجح. استنبطنا نتيجه واستنبطنا حكم خاص من حكم عام بينطبق على كل الطلاب، بس احيانا بتبقى النتيجه مساويه للمقدمات، فاللي هو ازاي تبقى نتيجه مساويه للمقدمات؟ يعني شايل معلومه لا هي اكبر ولا هي اصغر من تلك المعلومه المكتوبه في المقدمه. فمثلا قلت لسعادتك مثال اخر عشان نثبت فيه كلمه مساويه دي، لو قلنا مثلا إذا ذاكر حسين دروسه بجد نجح في امتحان آخر العام، وحسين فعلا ذاكر دروسه بجد، خدنا خط وسكت وانت قعدت تفكر فيها، لو حسين ذاكر ينجح وهو ذاكر يبقى أكيد حسين دوت نجح في امتحان آخر العام. اللي حصل المعلومة اللي شايلها النتيجة لم تضف جديد للمعلومات المكتوبة في المقدمات، وفي نفس الوقت لا هي معلومة أعم من في المقدمة ولا هي أقل من في المقدمة، بل النتيجة هنا مساوية للمقدمات. كما يحدث بالضبط في الرياضيات، لو احنا قلنا مثلا يعني ان 1+1 كأتفه مقدمة رياضية في كوكب الأرض، نتيجتها تبقى 2، وساعتها 2 ديت عمرها ما هتبقى أكبر ولا عمرها ما هتبقى أصغر من تلك المقدمات اللي مكتوبة. هذا هو الاستنباط، إما نتيجته مساوية أو أصغر من مقدماته. أصغر بتبقى حالة خاصة، مساوية هي هياها، فلما لا زادت عن المقدمة ولا قلت عن المقدمة. وده بيحصل في كل الرياضة، يعني الرياضة كلها بلا استثناء، لو احنا جبنا مسألة تتحل في 10 ورقات قبل النتيجة بنقول كلمة يساوي كذا يساوي كذا، دي معناه ان النتيجة اللي اتكتبت دي بتساوي كل المقدمات المكتوبة. هو ده الاستنباط، اي استدلال بتبقى نتيجته اما مساوية او اصغر لمقدماته بينتقل من العام الخاص. وده يدفعنا الى معلومة مهمة جدا تبقى صيغة سؤال، ودي مشكلتكم السنة دي، الفاظ لغوية عنيفة جدا بالنسبة لودانك تقيلة معرفش ليه. مثلا لو قلنا واسمع معايا السؤال ده، صح وغلط نتيجة الاستنباط لا تتجاوز ما ورد في المقدمات، تبقى العبارة صح ولا غلط؟ صح 100%، يعني المعلومة اللي شالها النتيجة عمرها ما هتبقى أكبر إطلاقا من المعلومة اللي شالها المقدمة. نتيجة الاستنباط لا تتجاوز ما ورد ما ذكر في المقدمة. فإن كنت فوق بتقول لكل إنسان، طب ما أنا إنسان منهم يا عم، هنا المعلومة اللي شالها النتيجة عمرها ما هتبقى أكبر من المقدمة. إن كنت فوق بتقول لكل الطلبة، طب ما أنا طالب منهم. إن كنت فوق بتقول لكل المدرسين، طب ما أنا مدرس منهم. إن كنت فوق بتقول لكل السكان، طب ما أنا ساكن منهم. إن كنت فوق بتقول لكل العزاب، ما أنا أعزب منهم. فأصبحت النتيجة هنا خاصة والمقدمة قاعدة إيه؟ عامة. الاستدلال الاستقرائي عند المنطق التقليدي كان عكسه تماما، هو اي استدلال ولكن بتبقى اما نتيجته، خد بالك بقى معايا الكلام، اكبر من مين؟ من المقدمات. وكلمه اكبر مش معناها اطول، كلمه اكبر معناها ان المعلومه اللي شالها النتيجه اكبر بكتير من المعلومه اللي شالها المقدمات. مش فاهم؟ تعال ناخد مثال سريع. مثلا قلت لسعادتك على سبيل المثال ان احمد دوت عاطل ومجرم، والواد عادل دوت عاطل ومجرم، والواد حسين دوت عاطل ومجرم، والواد محمد دوت عاطل ومجرم، وجبت لك عينات كتير جدا وامثله وشواهد حسيه كتير جدا على اشخاص عاطلين ومجرمين. سعادتك استدلت في ثانيه بالمنظر ده ان كل عاطل مجرم، او ان البطاله، او ان البطاله عامه تؤدي الى الجريمه. اللي حصل جربنا على عينات 1 2 3 4 5 6 500 لحد ما طلعت نتيجه عامه واساسيه تنطبق على اللي جربت عليه وعلى اللي ما جربتش عليه. فكنت فوق شفت 5 6 مقدمات تحت، النتيجه بتنطبق على كل المقدمات وعلى كل اللي شبهها كمان. كنت انا فوق جربت على 5 6 7 8 9 10 نباتات، خليهم 200 نبات، في الاخر طلعت النتيجه بتقول حكم عام ان كل النباتات تنمو البناء الضوئي. كنت فوق جربت على عينه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه و500 من المعادن، في الاخر طلعت النهارده بنتيجه عامه واساسيه بتقول ان كل المعادن تتمدد بالحراره. كنت فوق سعادتك جربت على خليه والثانيه والثالثه والرابعه وال100، كلها بالنسبه لي حالات خاصه. هنا النتيجه بتقول لك الخليه الحيه عامه اصغر جزء في جسم الكائن الحي، المعلومه اللي شالها النتيجه اكبر بكتير من المعلومه اللي شالها المقدمات. وده معناه ان هنا في الاستقراء عكس الاستنباط، مش بينتقم من العام الخاص ولكن بينتقم الحكم على حالات خاصه
الى الحكم على قاعده عامه. ادي الجزء وادي الكل. الجزء عينات 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 عينات، الكل قاعده عامه تنطبق على اللي جربت عليه وعلى اللي ما جربتش عليه. فوق جربت على عينات من النباتات طلعت بحكم عام على كل النباتات، اصبح الانتقال من الخاص العام، اصبح انتقال من الجزء للكل، اصبحت المعلومه اللي شالها النتيجه اكبر بكتير من المعلومه اللي شالها المقدمات، لان فوق بتكلم على عينات، تحت بتكلم على حكم عام، على اللي جربت عليه وعلى اللي ما جربتش عليه. وده معناه هذا يدفعني الى سؤال اخر، صح وغلط نتيجة الاستقراء تتجاوز ما ورد في المقدمات؟ صح، عشان المعلومة اللي شالها النتيجة اكبر بكتير من المعلومة اللي شالها المقدمات. نتيجة الاستقراء تتجاوز ما ورد في المقدمات. فوق في المقدمات جربت على عينات، اصبحت في النتيجة حكم عام ينطبق على اللي جربت عليه وعلى اللي ما جربتش عليه، من حكم خاص حكم خاص حكم خاص لحكم عام. هذا يدفعنا لسؤال اخر، صح وغلط السير الفكري في الاستنباط معاكس للسير الفكري في الاستقراء؟ صح، السير الفكري على طريقة التفكير الاستنباطية عكس طريقة التفكير الاستقرائية. هنا بدأنا بحكم عام استنبطنا منه حالة خاصة، هنا بدأنا بحالة خاصة استقرئنا منها حكم عام. المنطق التقليدي يرى أن الفرق الأساسي بين الطريقة التفكيرية الاستنباطية والاستقرائية هي في وضعية المقدمات. هنا بنبدأ بقاعدة عامة نستنبط منها أي حالة خاصة، هنا بنجمع عدة حالات خاصة نربطها مع بعض لنستنتج منها قضية عامة أو حكم عام. ده رأي المنطق التقليدي.